مساء الخير. منذ بداية خروجنا من لبنان وانطلاق جولاتنا حول العالم، كانت باريس وما تزال المورد الأكبر والأبرز لضيوفنا والمفتاح الخير لنا وعلينا. فهذه المدينة الجميلة تحتضن وجوها نسعى دائما إلى اصطيادها، لذلك تجدوننا نتوقف باستمرار في أنحائها كأنها المحطة الأساسية المرادفة لكل سبق صحفي نصب إليه. وها نحن الليلة نلتقي من مدينة النور في موسم البرد القارس والزكام الرائج الذي تغلغل في أعماقي ويكاد ينهكني. ضيف الليلة يحمل اسما منتشرا ليس فقط خليجيا أو عربيا، لكن أيضا عالميا، وجهه غير مألوف طالما هو خجول الإطلالات وبعيد عن الأضواء والصخب. ظهوره الإعلامي الليلة هو الأول من نوعه، وسوف يتيح للمشاهدين العرب فرصة التعرف أو فرصة طرق نوافذ عديدة تطل على حديقته الخاصة، كما أنه سوف يفتح الباب للملايين باكتشاف الإنسان الواقف وراء هذا الاسم أو صاحب هذا الاسم. من هو هذا العقل المدبر؟ كيف يعمل؟ كيف يخطط؟ كيف يرسم استراتيجيته؟ كيف يوزع استثماراته؟ كيف يعيش؟ كيف يفكر؟ كيف يحلل؟ هل ما زال يحلم؟ أسئلة كثيرة سوف نطرحها ونتمنى الحصول على إجابات حولها. هذه الحلقة ستكون بورتريه عنه، لوحة ملونة لكن من دون شك صادقة وغير مزيفة. شيخ عبد العزيز سليمان، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك وشكرا لمشاركتك ببرنامج مرايا الليلي. بالاسم الأول من برنامجنا رح نعتمد ترتيب المواضيع مغاير أو مختلف عن العادي. رح نبدأ بشخصيتك المثيرة للاهتمام. أنت مواطن سعودي، أنعم الله عليك بثروة، أي أنت رجل ثري. اللي بيتعرف على نمط حياتك وأسلوب عيشك بيتفاجأ بأسلوب حياة بسيط بعيد عن مظاهر الترف والبذخ يلي بيشغفوها العرب بشكل عام. هل تعتبر نفسك رجل استثنائي؟ هل أنت استثناء؟ لا، أكيد أنا لست استثناء، أو هكذا أؤمن وأعتقد. أنا جزء من كل، وجزء من كيان، وجزء من ثقافة، وجزء من مجتمع، فلا يمكن أن أعتبر نفسي شيء خارج هذه الظاهرة. طبعا من سؤالك يتبادر للذهن أن هناك نوعية خاصة يتوقعها الناس وبالذات في الوقت الحاضر عن ربما من تسميهم بأثرياء العرب أو. فأنا أعتقد أنه هذه هي صورة صورت وحدثت ربما في الفترة الأخيرة، 30 سنة والأخيرة بعد الفورة البترولية، وإنما هناك نوعين من لا شك عندي أنا من الأثرياء. في أثرياء يقدرون واجبهم، وربما هذه طريقة حياة ليست جديدة عليهم، لذلك يعني طريقة حياتهم متعودين عليها. جيت على ذكر كلمتين، قلت ظاهرة وقلت صورة موجودة بأذهان الناس عن أثرياء العرب، لكن هي حالة بيعيشوها. أنا ما بقدر أنكرها، ولكني بقول أنه هناك نوعين، لا يمكن أنه نجي ناخذ نوع ونطبقه على الأغلبية. في كل مجتمع تطلع ظواهر، ودائما الظاهرة الشاذة هي الظاهرة البارزة في كل مجتمع. الظاهرة الشاذة هي التي تحوز على الاهتمام وتحوز على الدعاية وتحوز على الكيورستي، حبيت تقول الناس تهتم فيها أكثر. ولكن القاعدة الأساسية والعدد الأكبر أو العدد الأهم أو الشخص، أنا أعتقد أنه
لازلنا نحافظ على الطريقة المثالية، الطريقة المعروفة العادية، الرجل المسؤول، الرجل الذي يهتم بأعماله ويهتم بنتائجها أكثر مما يهتم بالمظاهر الشخصية. نعم، نحن نعيش اليوم في عصر الدعاية وفي عصر إعلام واتصال، ربما لا يمكن للإنسان أن يخرج عن هذا المحيط، فهو مضطر أن يكون جزء منه. ولكن في فرق بين أن تستغل هذا المحيط لنتائج مقبولة وحسنة، تمليها اللي قلنا عليه، أنه تمليها الوضع الاتصالي، الحاجة للتبليغ، الحاجة للإعلام، ولكن ليس بطريقة شخصية، إنما بطريقة لإيصال معلومة، فأنت جزء من هذا الشيء. عبد العزيز سليمان، أنت رجل نظامي بعيد عن الفوضى، بتعيش كأحد أفراد المجتمع المدني دون أي تمييز. وقت بتسافر خارج السعودية بنشوفك واقف بالصف بتنتظر دورك لدخول دور السينما دون محاولة استغلال إمكانياتك المادية. بنشوفك بالمكتبات عم تمضي ساعات وساعات عم تحاول تختار وتنتقي الإصدارات الأخيرة، بتختار أحدث المؤلفات. بنشوفك عم تتجول بالشوارع دون مواكبة، دون مرافقين. هذا تصرف هو نفسه بالمملكة، هل تصرف نفس الشيء بالمملكة؟ والله أنا أؤمن بالإنسان يكون طبيعي ولا يحتاج أن يعني يعطي نفسه أكثر من حقه. وما دام أنت واصل إلى ما تريد بدون زيادة فهذا كفى. وأنا في نفس الوقت بالنسبة إذا تواجدت في الخارج أؤمن بالمثل الإنجليزي بيقول when in Rome do like the Romans، ما في داعي تجي إلى بلد وتكون تحاول أن تظهر فيها أكثر من أهلها. يعني أنت جاي لها لكي تشرب من ماءها وتأخذ من ثقافتها وتعيش معيشة أهلها، فبالتالي لازم تكون واحد من هالتيار اللي ماشي. العمل شيء والحياة الشخصية شيء آخر، وأنا أعتقد أنه ما يجب أن واحدة منهم تطبق على الأخرى. هل أسلوب حياتك هو ردة فعل على نمط عيش شاذ، سميته شاذ بشوي؟ نعم، شاذ في فترته التي طرأت علينا، وإلا هو نمط نحن نعيشه. احنا مجتمعنا مجتمع أكحل أساسا، كان مجتمع بادية، والشرق الأوسط، وأنا دائما أمتمثل بين السعودية ولبنان إذا سمحت. نحن في السعودية بادية، في لبنان جبليين، ففي هناك نوع من الأصالة، وهذه بحد ذاتها ربما يعني الإنسان فيها لا يحتاج إلى أن يعطي نفسه أكثر من حقها. جماعته، أهل محيطه، هم اللي يقيمون، وهو لا يمكن أن يفرض عليهم التقييم من قبله. بعد ما جينا على ذكر المكتبات والكتب والساعات اللي بتقضيها بها المكتبات، تحاول تختار المؤلفات الحديثة، شو آخر كتاب قريته؟ أنا أولا بحب أقرأ دائما الكتب اللي لها علاقة إما بتاريخ أو مبنية على تاريخ. هذه أنا هوايتي، فدائما عندما أدخل مكتبة أحب أتجه للجهة تاريخ، شيء مبني على التاريخ. آخر كتاب أنا قرأته هو اسمه The Beast That Ends All Beasts. The Beast؟ The Beast. سلام. The Beast That Ends All Beast. السلام الذي ينهي كل سلام. الواقع أنت من الاسم تظن يعني شيء يتعلق بالوقت الحاضر، لا. هو يحكي عن القرن في أول القرن هذا بين روسيا وإنجلترا، حوالي أفغانستان وحوالي المناطق، وإنما يمر على الشرق الأوسط. فأنت ما تقرأ كتب زي هذه، هي الواقع فيها نوع من الثقافة وأشياء ربما ما تجدها في حياتك اليومية، لكن بهالكتب تعطيك نوع من الاطلاع أوسع. حسا بالعالم العربي، ثقافة سياسية شبه معدومة. عموماً الكتب تعطيك ثقافة بالنسبة للعالم العربي، بالنسبة للعالم الآخر، العالم الآخر اللي أنت برضه جزء منه. إن المواضيع هي مواضيع تاريخية، مواضيع سياسية، أنا أهمك أكثر شيء.
بشكل خاص؟ والله لأن تثقف تثقف وتزيد معلوماتك وتوسع إدراكك. أنا محبها كثير. مثلا أنا دائما كنت أقرأ لي مشنر والكتاب. ليش بقرأ لهم بالذات؟ لأنه برضو في نفس الوقت بيعطيني نفس الرغبة لما بيحكي عن هوائي. الكتاب مشهور هوائي لروبنز، بيحكي لك من قبل التاريخ إلى العصر الحالي، وفي نفس الوقت يضعها في إطار قصة مشوقة، قصة لطيفة. وإنما أنت تأخذ إدراك هائل وأنت تقرأ القصص هذه. هذه الأنواع اللي أنا طبعا أنا بدأتها من الصغر في مصر من روايات ميل زيدان، رواية الهلال. هذه ربما هي اللي بنت فيها شغف المطالعة. شغف المطالعة صح. لنرجع شوي لطفولتك، مثل ما قلت قبل شوي أكيد حب المطالعة ما بيخلق بطريقة فطرية، يعني هو وليد سنوات عديدة من التمرس، تمرس طويل لا شك انه بيرجع لتربيه معينه ونشأة معينه. هل اجواء بالعائله كانت مؤاتيه لتطوير هالنزعه، لتطوير هالميل؟ لا شك. عندنا ربما نوعين، اولا تواجد الكتب او الجرائد في البيت حول الوالد. دائما اجد اشياء بعد ما بدات امكانيه القراءه عندي تنمو اجدها متيسره فاطلع عليها. عندنا ربما حاجة لطيفة كذلك وجود السيدات الكبيرات في العمر، وهذولي كانوا دائما في الليل في المساء قبل النوم دائما يروا روايات، يحكوا حكايات، فأنت انبنت فيك حب السماع لهالحكايات. هذه تخليك بعد فترة تنقطع عنك هذه فتروح تفتش عليها في مجال آخر وهو القراءة. ويكسر أكيد. بما انه عم نحكي عن العيلة، عم نحكي عن الطفولة، عن البيت، طبعا بهمنا نفوت الى 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 اعماق الحياة، الى اعماق جذورك، الى اجواء بيتك، تنشوف هالشخصية كيف تكونت، كيف صرت ما انت عليه اليوم. احكي لنا شوي عن تركيبة عيلتك، عن طفولتك، عن التربية اللي نشأت فيها. احكي لنا شوي عن اجواء بيتك. أنا طبعا نشأت في كنف والدي كأي شاب ينشأ. أهم صورة عنده صورة والده في بيته. أنا من مواليد مكة المكرمة، ولدت في بيت والدي في مكة، تعلمت أول تعليمي فيها، ثم بأسباب سفرات والدي الكثيرة داخل المملكة وأعماله تتخذ، يعني كانت تجبر أن يتنقل بين مناطق مختلفة في أنحاء المملكة. جت فترة بعد ما شبيت عمر معين أن أضطر أنتقل بين مكة، جدة، الرياض، الخرج. فربما حتى في صغر سني حصل عندي فرصة أني أتنقل داخل وطني. هذه كذلك أعطتني نوع من التوسع في الانفتاح. قضيت الفترة التعليمية الابتدائية ربما في المملكة، ثم ذهبت إلى الخارج. أو والدي بالذات يعني قرر رحمة الله عليه أن أكمل في مصر تعليم الثانوي. عبد العزيز سليمان، دراستك أمضيتها أو سنوات دراستك أمضيتها بين السعودية، القاهرة، الولايات المتحدة الأمريكية. شو درست؟ اقتصاد طبعا، كما يعني تبادل الذهن. هذا اللي حصل فعلا. أنا التحقت بعد ما تركت مصر وجلست فيها فترة اللي هي فترة المرحلة الثانوية، ذهبت إلى أمريكا والتحقت في جامعة تسمى لافايت في إيستن بنسلفانيا، وبعدها طبعا عدت إلى المملكة. حياتك بأمريكا شو خلقت عندك؟ شو أكسبتك؟ والله حياتي في أمريكا وأنا هذه مما كسبته أصريت على ابني وأكثر أفراد العائلة أن يذهبوا إلى أمريكا. الشيء اللي أكسبته من أمريكا الواقع هو الاعتماد على النفس، و
التعلم في امريكا يعطيك ثقه بالنفس واسرار، ويعطيك نوع من الشخصيه. الواقع الميزه اللي انا عجبت فيها في المجتمع الامريكاني هو انه يكون شخصيه فرديه هائله. يعني انت مدين المجتمع الامريكي. نعم نعم، لا اقدر انكر هذا، تعلمت عندهم. الانسان لازم يعترف. وتاثرت فيهم. وتاثرت فيهم هذا اكيد. وشربت من عقليتهم اكيد. واشتربت من عقليتهم، ولكن هذا لا يعني ان ليس لدي قاعده. انا عندي قاعده مجتمعي، قاعده ثقافتي، لكن هذه الثقافه الاخرى اللي اتتني انا اعترف لها بانها زادت من امكانياتي، زادت من انفتاح الافق لدي، شيء لا انكره للتعليم الامريكي. طبعا هي ثقافتين وحضارتين. نعم. بيكونوا دائما تزاوجهم بيكون دائما مصدر غنى، وهذا اللي اعتقد شخصيه الانسان. هذا اللي اعتقد. لا شك انه علاقتك بوالدك كانت دائما وثيقه ووطيده. هالشيء ذكرته عم تذكره بحديثك، هو كان القاعده، هو كان الملهم، وهو كان المشجع الاكبر لخوضك غمار او مجال الاقتصاد. امتثلت فيه، تاثرت فيه، وركبت خطواته اللي رفعت بناء المملكه. ذكرت قبل شوي انه كان يتجول دائما بانحاء المملكه ورفعته بكثير من الاحيان، وهالشيء خلى عندك انفتاح اكبر ووسع افاقك اكثر. وقد كان الوالد للتذكير فقط اول وزير ماليه سعودي في عهد الملك عبد العزيز، ويقال انه كان يحمل الخزينه على اكتافه وكان يبرم المملكه، ويعزى اليه انه يعزى اليه اصدار الريال السعودي او اول ريال سعودي. احكي لنا عن بيك. والله بي يعني في اللي تفضلت فيه في الصوره عنه رحمه الله عليه، هو لا شك كان اول وزير ماليه للمملكه العربيه السعوديه، ولكنه حتى قبل ان تكون هناك وزاره ماليه كان في معيه الملك عبد العزيز منذ امد طويل، وكان مسؤول في ديوان الملك عبد العزيز، ثم اصبح مسؤول مالي في الديوان برضو كذلك. وعندما تم التوحيد الكامل للمملكه العربيه السعوديه وبدات الانظمه تتطور والبلد توسع ودخلوا فيها علاقات بالخارج وعلاقات، توجه الملك عبد العزيز الى ان تكون طبعا كل دوله حديثه اهم عناصرها بعد التكوين واهم عناصرها بعد القياده العليا والمال. فاتجهت حكمه الملك عبد العزيز رحمه الله عليه الى ان يكون للمال وضع منظم، فاقترح وامر بانشاء وكاله الماليه، كانت تسمى ولم تسمى وزاره حتى، كانت لها وكاله الماليه. واختار الوالد ان يكون هو اول وكيل ماليه له من الملك عبد العزيز، وتطورت بعد ذلك الى وزاره، وكانت تسمى في داخل المملكه ام الوزارات، لان كل الوزارات الاخرى كانت تنبثق منها، كانت فروع فيها، ثم لما البلد توسع تطلع تنبثق من هالشيء يسمي ام الوزارات. صحيح. بما انه عم نحكي عن الوالد الشيخ عبد الله سليمان، طيفه مش ظاهر فقط بدراستك وبعملك، لكنه ايضا واضح بميولك ومشاعرك الشخصيه. من بينها بنذكر حبك للبنان، حبك الكبير للبنان، والحب طبعا وردته من والدك. شو العلاقه اللي بتربط عائلتك بلبنان؟ الواقع العلاقه قديمه. انا اذكر والدي دائما يروي لنا انه كان في زياره لبنان في عام 36، قام بزياره بناء لتوجيهات الملك عبد العزيز في وقته، ذهب الى فلسطين ثم الى لبنان. ولكن اعتقد كذلك علاقته بلبنان عن طريق صداقات مع لبنانيين، وبالذات اذكر مع الحاج حسين العويني رحمه الله عليه، لأن علاقه الوالد بالحاج حسين ربما من عام 23 ميلادي، فليست العلاقه حديثه بل قديمه، ولها زي ما تقول بلبنان شروش، يعني لها جذور اكيد. فهذه انا شخصيا علاقتي بلبنان ربما بدات حتى من الطفوله.
لأني أذكر أن العائلة زارت لبنان في عام 39 قبل الحرب العالمية وأنا طفل، ولكني لا أذكر حقيقة إلا أنه حصلت هذه الزيارة كيف ما عندي يعني، طبعا عمر كان صغير 4 سنوات. 4 سنوات بالضبط. طيب أنا لك بعض الصور يلي معقول الواقع. الشيء اللي بذكره أنه هو الثلج، ربما أحد زورنا إلى منطقة ثلجية، فطبعا هذا شيء غريب بالنسبة لي، فهذه متكونة في مخيلتي. مش مهم، مش مهم طبعا. ميزات لبنان مؤكد مؤكد. عائلتك تطور طبعا مع الوقت إلى درجة أنك تزوجت أو وقعت بحول لبنانية وتزوجتها. أول لقاء بيبقى دايما بالبال ما بننسي أبدا. كيف إذا هاللقاء كان لقاء على الحب، مبني على الحب، وهالحب استمر والعلاقة استمرت أو الارتباط استمر إلى ما فوق 30 سنة من الحياة الزوجية، شو بتذكر عن هاللقاء هيدا؟ والله طبعا زوجتك يعني عشان أتزوج من خارج محيطي ومن خارج بلدي بده يكون مبني على موافقة وعلى رغبة مشتركة، فطبعا لا شك انه انا حصل عندي عندما قابلت هذه الفتاه اللبنانيه. في وين قابلتها؟ وين لقيتها؟ الواقع اني قابلتها في دار عائله لبنانيه اخرى. وهي عائله مشهوره معروفه، السيده ام ابراهيم سرسر. كانت تربطني بالاخ ابراهيم رحمه الله عليه علاقه كذلك. ففي يوم من الايام انا كنت عند أم إبراهيم وشفت الفتاة هذه وصار بيننا أخذ وعطاء، كأي اثنين يعني يصير بيننا. كان حب من نظرة أولى؟ إذا حبيت إيه نعم. هيك عليت صوتك. إذا حبيت نعم. الواقع صح، الواقع صحيح، لأنه هذه أمور ما بتحصل إلا يعني مرة أولى. فإذا حصل الشعلة الكهربائية معناه هناك فيه نوع من الإمكانية أن تستمر في مشروعك، وإلا اللي حصل أنا أعتبر حالي حظيظ أنه هالشرارة حصلت، وجزا الله من كان السبب خير. هل زوجتك لقت صعوبة أو وجدت صعوبة بالتأقلم مع المجتمع السعودي؟ والله طبعا هي بالاول كانت تتصور ذلك، ولكن زوجتي كذلك آتية من محيط يعني عائلي قوي الشخصية. والدها رحمة الله عليه كان المفتي بصيدا الشيخ محمد بهاء الدين الزين، ف طبعا انا اقنعتها انه لن يكون ان شاء الله هذا كان انا يعني ما اقدم لها من الاقناع، واقتنعت فيه والحمد لله، واعتقد انها ما تاسفت على ذلك. هلا الجو المسيطر بالبيت، هل هو جو لبناني ام جو سعودي؟ هو مزيج. والله هو مزيج جوين. هو مزيج من الاثنين. هذا صحيح، هو مزيج من الاثنين. لا يمكن هي تدعي انها قلبته الى اللبناني، ولا يمكن ان ادعي انه جعلته سعودي. هو نحن الاثنين حاولنا ان نجعله افضل ما في الاثنين. واعتقد كل واحد منا ان شاء الله قدم ما يعتقد هو الافضل. لكن بس يمكن في شويه انحياز صوبه هي برضاي. قويه بتكون. والله ما بدي اسمع على التلفزيون انها قويه، مشكله تصير. هذا المساله بعد شوي. عبد العزيز سليمان، عندك 4 بنات وصبي. هل بتميز بين تربية الفتيات وتربية الصبيان؟ هل فرقت بين أولادك؟ أنا أول ما أفرق بين أولادي في معزتي لهم ومحبتي لهم، ولكن ما بنقدر يعني نخرج من أننا نعيش في محيط معين. أنا أعطيت بناتي التعليم الكافي، التعليم الكامل. أنا بناتي كلهم الحمد لله متخرجات من جامعات من أمريكا، من إنجلترا. فأنا من ناحيتي أعطيتهم ما يكفي وهو العلم الكامل. مجتمعهم هذا موضوع ثاني، بده يعيشوا فيه، بده يتأقلموا معه،
فأنا من ناحيتي أعطيت وأعتقد أنهم خير في مجتمعهم. أنا لما بشوف بناتي شو بيعملوا في السعودية وشو الجمعيات اللي مشتركين فيها وأن بيشجعوا فيها سواء داخل الجامعات أو خارجها، بعتبر أنه أنا كذلك أعطيت للوطن في شخص البنات عطية أو يعني هدية. طبعا في محيطنا دائما الشاب يتوقع منه أكثر، لأنه كما قلت كما يعني معروف كلنا وأنا بقولها يعني طبعا أنه بدك تتكيف مع المحيط اللي أنت عايش فيه، ومحيطنا لا زال العالم لا زال ينتظر من الشاب دائما أكثر من الفتاة. أعتقد هذا ليس فقط في المحيط العربي بل هو إلى اليوم لا شك. في ناس بيزعلوا منك أو يسمعوا كلام. والله أنا بقول الواقع بس ذاك الواقع. أنا في مجتمعنا شرعي واقع. بس مفروض التغلب عليه. هو شوف في موضوعين. إنه المتوقع من الشاب أكثر من البنت لا زال حتى في بعض المجتمعات خارج العالم العربي. ولكن ربما عندنا في المجتمع العربي وليس في كل المجتمع أغلب المجتمع العربي لا زال لم يعطي الفتاة المجال الكافي. بناتك درسوا بالخارج؟ نعم. سافروا وعيشوا فترة في الولايات المتحدة الأمريكية وحازوا على شهادات عالية، هل اشتغلوا؟ أنا عندي طال عمرك الآن أحد بناتي هي قائمة ببحوث علمية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أولاً نوتريشن يعني طريقة المعيشة طريقة الحياة، والآن بتكافح مرض معين بالتعاون مع جامعة لندن وهي قائمة على العملية هذه. وهو أنا ما بفهم الأمور هذه الفنية كثير وافتخر إني بحكي عنها، هي تزاوج العائلة الوحدة بين بعضها بيسبب أمراض، هي القائمة على مكافحة هالموضوع بالتعاون مع جامعة لندن. وحصل قريب عندها اجتماعات في جدة محاضرات، دعت على نفقتها أستاذ من الجامعة لإلقاء محاضرات في جامعة الملك عبد العزيز في الرياض كذلك. إنما طبعا هي من خلف الصورة اللي بتؤدي هذه الرسالة. بدها شجاعة كبيرة. والله هي شجاعة الله يوفقها، وأنا طبعا بفتخر وبساعدها قدر المستطاع. الشيخ عبد العزيز سليمان رح نتوقف مع الأعلان لأول مرة. نرجع نتابع حديثنا بعد الوقفة أصدقائي المشاهدين، بعد مع برنامج ورايا وليلى عم نحاور من باريس الشيخ عبد العزيز سليمان. خليكم معنا نتابع لقائنا بعد الوقفة.
نرجع نتابع برنامج مرايا الليلي مع الشيخ عبد العزيز سليمان. حضرتك صاحب اسم ورد بين 100 شخص الاكثر ثراء بالعالم حسب لائحه فوربس على الثروه، كيف قدرت تجمعها؟ يعني فوربس ليست دقيقه دائما، انما اكثر الاحيان اكثر الاحيان او هي تدنو من الدقه. اي نعم، الى حد ما. اي نعم، الواقع الانسان لا ينكر فضل الله عليه. انا بعتبرها هذه الانسان يحاول والتوفيق بيد الله. انا لا شك عندي قاعده، ولكني كذلك اشتغلت وعملت ووفق الله ووصلت محل ما وصلت فيه اليوم. ان شاء الله دائما الله يحفظك. خلوا التواضع على كل حال. الله يحفظك. عبد العزيز سليمان، شو حسب رايك قشارة الاساسي تقدر الانسان يصبح ثري؟ اولا طبعا الرغبه. You have to have wish. عندك الرغبه موجوده عند الكل. عند الكل اولا. لا، في ناس اتكاليين ما بتفرق معهم، لكن الرغبه والسعي طبعا، معرفه التوقيت المناسب، معرفه وين انت ممكن ان تكون افضل في اي حقل، في اي باب، في اي موضوع تطرقه، لان الناس ليست سواسيه. ربما انت افضل في موضوع، انا افضل منك في الموضوع الثاني. انما اذا خلطت بين الامور وحاولت ان تقلد بس لان الاخرين نجحوا في موضوع، حاولت تقلدهم وانت ليس عندك الامكانيه الشخصيه فيه، بعتقد انه ما تصل. انما اذا كان وجدت الباب في موضوع انت تعتقد انك عندك الامكانيه فيه، باب النجاح يكون لا شك افضل. الليله في ملايين من الناس عم يشوفون، عم يتابعوا البرنامج. نعم. وكل واحد طبعا بهمه ياخذ وصفه. نعم. او يحاول يعرف كيف ممكن ثروه طائله، كيف ممكن ينجح الحقيقه، يوصل لمستوى معين. نعم. من الماده. لكن بنقول انه اهم شيء اول شيء هو انسان يكون عنده رغبه، ثاني شيء يسعى، ثالث شيء يلاقي المكان الملائم والمناسب. نعم. يلي من خلاله بيقدر يطور امكانياته. نعم. بيقدر يحقق حاله. لا شك. الوقت المناسب، شويه حظ فوق الكل. شويه حظ فوق الكل. حظ، في حظ. لا شك. شو هو الحظ؟ لا شك. انا دائما بيقولون عن نابليون انه كان بيقول عنده جنرالات مختلفين كلهم جيدين، قال لهم منيحين بس اعطوني واحد يكون عنده حظ شويه زياده. لانه بتفرق ساعات. طيب شو هو الحظ؟ شو الحظ؟ الحظ هو ان تعرف ان تقرر قرار في وقت مناسب. ربما اخرين يقررون نفس القرار بس الوقت غير مناسب. هذا الحظ. قرارك في الوقت المناسب اذا صادف هو الوقت المناسب، هذا الحظ. لانه زي ما تفضلت من شوي انت، كل الناس بتطلع نفس التطلع. في واحد قرر انه يعمل شيء هذا ولكنه في وقت غير مناسب، والاخر عمله في الوقت المناسب، فكان حظ الثاني افضل من حظ الاول. يعني الفرصه هي بتكون بكثير اوقات مؤاتيه. نعم. لكن المفروض تعرف وقت تختارها، وقتها. نعم. تتلقط فيها. نعم، لا شك. عبد العزيز سليمان، شو هو اول عقد او اول عمليه قمت فيها وامانت لك مردود مادي معين؟ مستغرب انه اثناء دراستي في امريكا لي صديق ولا زال صديقي العزيز، وانا في الدراسه اسمع بموضوع السيارات، فكتبت له انه اذا فيك، انا عندي هيك دولار، واذا فيك ترسل لي كمان شوي ما عندك، اشتري لك انا كم سياره من هون من امريكا، وبعث لك اياها وشوف شو بتطلع تربح فيهم. بيني وبينك اللي حصل، بدناها بخمس سيارات اشتريناها، انا حطيت نصف وهو حط نصف. قديش كان المبلغ وقتها؟ والله المبلغ كله ما تعدى 10,000 دولار، انا حطيت خمسه، كنت موفرها من بيني وبينك والدتي بعثت لي كمان 2000، الله يطول في عمرها، وهو بعث لي. هذه هي اساس اول الشوق لنتائج العمل. وقد ايه ربحتوا فيها عمليا؟ والله افتكر ربحنا فيها يمكن شيء 20% هيك، طلعت لنا شيء 2000 دولار بالزايد. كيف صرفتهم هالارباح؟
ما بتذكر، بس يعني ما بنساها ابدا هالموضوع. طبيعي. اي ما بنساها ابدا. انا اثناء الدراسه اخذت فرصه، نزلت من بوسطن، من ايستن الى نيويورك، حكيت مع بعض اصحاب المحلات، تقاعدت على السيارات وبعثتها لصديقي هذا بجدة، وكانت هي الفاتحة، كانت الصفحة. الحمد لله. عبد العزيز سليمان، شو أهمية المال بالنسبة لك؟ لا شك المال مهم، إنما المال أنا في نظري طبعا هو وسيلة إلى غاية وليست الغاية نفسها. المال وسيلة، لكن بعض الأحيان بتحول المال إلى غاية. غاية لأن يوصلك إلى الغاية. شو هي الغاية؟ الغاية توصل للسلطة؟ يعني هو أنا برضو بتذكر والدي الله يرحمه دائما بيقول أنه قصة طويلة هي يرويها، إنما العبرة منها أنه المال إما يرضي صديق ما في نفسك أو يدحر عدو. يعني المال له كيلين أو ميزانين، إما إنك تقدر ترضي صديق، ترضي عائلة، ترضي نفسك، أو تستعمله في 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 درء شر أو دحر عدو. هذا هو المال النتيجة النهائية، لأن ما فيك تأكله، ما فيك، إنما فيك تستعمله. فإما تستعمله في إرضاء صديق، كلمة صديق كلمة واسعة، أو دحر عدو. هذه كانت الفلسفية اللي تعتبرها اللي بالنسبة لوالدي كان دائما يرويها. وخطر طبعا من ضمنها توسعت حسب ما تريد. كيف تنفق أموالك؟ والله أنا طبعا أنفق أموالي فيما أرى صالح وفيما أرى مناسب، وأنا دائما يعني أحرص على أن لا أنفق إلا ما أستطيع إنفاق. تستطيع بأي معنى؟ بمعنى أنا ما أوافق على من يقول أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا غير 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 وارد عندي، غير وارد عندي. طيب شو بتعني لك الرفاهية؟ الرفاهية هو أن عدم الحاجة لأي شيء آخر، لآخرين، عدم الحاجة الرفاهية هو أن تكون أنت مرتاح، ليس عليك مطلوب. أعتقد هذه رفاهية. حكينا قبل شوي وجينا على ذكر كلمة غاية. المال أوقات بيتعدى الوسيلة ويتحول إلى غاية، وبعض الغايات أو يمكن الغاية القصوى بتكون دائما السلطة. الإنسان بيطمح دائما إلى تبوء مركز كبير وإلى الحظي بسلطة معينة بيقدر يستعملها ويطوعها بشتى المجالات. شو مفهومك للسلطة؟ شوف ما بدنا نخلط بين الاثنين. المال كما قلت أنا هو وسيلة، وصاحب المال إذا الله أكرمه فيه يحب يرى نتائج هذه الأموال، يحب يرى أنه عملت شيء، فعلت شيء، أنتجت شيء. أما السلطة في موضوع آخر تختلف عن المال. ربما المال يشترك في السلطة، يؤدي خدمات للسلطة، ولكن السلطة موضوع آخر تختلف كليا. السلطة نتجه تخرج من موضوع المال إلى أوسع، إلى موضوع أوسع اللي هو الحكم، وهذا شيء آخر. السلطة مسؤولية ولها رجالها ولها أوضاعها. أما المال فشيء شخصي أكثر، وليس بمعنى الشخصي أنه إنما يخص صاحبه، السلطة تخص آخرين. لكن هون السلطة وضعتها بخانة معينة اللي هي خانة السياسة، السلطة السياسية، لكن فيها تكون سلطة أيضا سلطة اقتصادية، فيها تكون سلطة اجتماعية. هنا تصير مسؤولية وليست. بوقت من الأوقات مارست السلطة السياسية، واليوم أنت عندك سلطة اقتصادية، أي سلطة أهم من الثانية؟ أنا ما عمري يعني أنا كنت جزء من شيء ولا زلت جزء منه.
يعني أنا جزء من مجتمع، جزء من كيان، جزء من، ولكن فيه مراكز وفيه مسؤوليات مختلفة. طبعا أنا دائما كنت في الجزء أدي واجب وأدي يعني عمل مشترك، أعتقد أني أديت وأدي حسب جهدي الشخصي والفردي. شيخ عبد العزيز سليمان، عندك المال وعندك السلطة وعندك الاعتراف الاجتماعي وأسست عيلة وعندك ولاد وتفخور بولادك، حكيت يمكن عن بنتك الكبيرة لما ما ذكرت الباقيين، لكن طبعا ليلي بحديثنا وبسياق حديثنا رح تذكر الباقيين وتحكي عن كل واحد منهم شو بيعمل وشو بيشتغل، وانت فخور بهالعيلة، برجع بذكر مرة تانية. بعد ما الإنسان يحقق اللي حققته، شو بعد بيتمنى؟ شو بعد بده؟ هل بدك المزيد من المال؟ هل بدك مزيد من السلطة؟ هل بدك مزيد من الاعتراف الاجتماعي؟ أنا بدي شخصيا مزيد من الراحة والشعور اني لازلت انتج، لازلت اعمل، لازلت اتمكن من 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 الوصول الى نتائج، اتمكن من عمل شيء. انا ما بعتقد انه انسان يرضى على نفسه ان يقول انا انتهيت او انا عملت واستكفيت. ما دام في امكانية انا اعتقد انه يجب ان يستمر الانسان في 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 انتاجه، في عطائه، في جهده، محاولاته، مشاركته بهذه الحياة. لكن الانسان اللي يتعب، اللي يتعب هذا موضوع ثاني، بيتعب. اللي يتعب هذا عذره اصبح عنده، اما اذا لم يتعب ولا زال عنده الجهد ولا زال عنده الامكانية، ما دامك عايش وتتمتع بالصحة وتتمتع بالامكانية، فلا ارى انه عندك العذر في 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 الوقفة. شو الحمل بعده عم يراودك ويلي بعدك عم تهدف وعم بتسعى لتحقيقه هذا من الايام؟ هل ما في عندك احلام؟ انا ما اعتقد انه انسان يجب ان يفقد الاحلام، واذا ما عنده احلام ما عنده اعمال. كل ما يعني لذهني احلم فيه، كل ما يعني لذهني، بس هل اقدر عليه او ما اقدر عليه موضوع ثاني هذا. طب بدنا نشارك بهالحلم. يا سيدي انا بدي احكي لك قصه عن استاذ اسمه مصطفى حمام. هذا كان استاذ اديب كبير في مصر، وكان يكتب خطابات الرئيس النحاس باشا. فعندما اتت التاميمات وبدا عبد الناصر بالتاميمات، اختلف مع الرئيس عبد الناصر وغادر مصر ورجع السعوديه، فتعرفنا عليه. فبيحكي لنا قصته، قال انا دعاني عبد الناصر الى عنده، قال انا يعني سمعت انك بتحكي ضد التاميمات، انت شخصيا شو عندك تشتكي؟ ما عندك شيء، وانا يعني لو اردت اني يعني احاكمك او احاسبك بخلافك معي كان اليوم ما لك وجود. قال له والله اعطيني الامان وانا بخبرك شو وجود. قال له لا ما تخاف، انا لو كان بدي اديك ما دعيتك لعندي. قال له انت اخذت مني شيء، انا شو عندك تاخذه؟ انت اخذت احلامي. انا كنت صحيح كاتب على قدي، بس كنت بحلم اعمل شيء يوم مطبعه. انا متأمين فقدت الحلم، ما صار عندي حلم، لذلك انا زعلان، فعلا زعلان. فالحلم اهم شيء بالحياه، اللي ما عنده احلام ما عنده طموحات ما بيقدر يكون فكره. عبد العزيز سليمان، حضرتك شاركت الغربيين بالعمل، شو استفدتوا منك؟ وين استفدت منهم؟ طبعا انا بعتقد استفادتي منهم اكثر من استفادهم مني، هذا شيء طبيعي، هم الاكبر هم الاقوى. انا استفدت كثير بدرس طريقتهم للعمل، استفدت منهم طريقه تكوينهم لاشيائهم، مثابرتهم على اعمالهم مشاريعهم. لا يعني هذا انهم هم المثال الاعلى اجتماعيا او الاعلى، لا، بس انما لا شك انهم المثال الاعلى عمليا، هذا شيء طبيعي وبدنا نبحث فيه. و
اذا 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 اشتركت معهم او اختلطت فيهم فانت بتختلط بالزمرة الاعلى والاكبر والاقوى، فتستفيد استفادات هائلة لا شك. وين بيبرز اثر الغربيين او اثر اهل الغرب بشخصيتك؟ بعتقد اولا محاولة تقليدهم قدر المستطاع في التنظيم، تنظيمهم، نظرتهم للامور، دراستهم لأعمالهم. يعجبني فيهم كذلك ما في شك عدم الخلط بين الأشياء. هل بتلاقي فرق كبير بين العقلية الغربية وما يسمى أو ما يوصف بالعقلية الشرقية؟ والله هو ربما يعني الموضوع مكبر أكثر من الواقع. أنا أجد أنه في كثير من الأشياء اللي نسميها غربية اليوم هي وليدة عصور، وليدة تطور حصل في الغرب، ونجد حالنا نحن في 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 الشرق. لو أردنا نأخذ الغرب قبل 200 أو 300 سنة نجد أنه نحن ونقرب الاثنين نجد أنه قريبين لبعض. إنما اللي أنا يعني بعض الأوقات بأسف له أو بيحز في خاطري أنه إحنا بتأتينا فرصة، وهو أنه الغرب أخذ قبلنا ب 300 سنة جهد واجتهاد وممارسة ومشاكل إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. ونحن اليوم بالفرصة اللي متاحة لنا أنه نختصر هالمعارك وهالمشاكل وهالخضات اللي مر فيها الغرب فيوصل اللي وصل له. احنا عم نشوفها قدامنا صورة كاملة يجب ان ندخلها بدون ما نروح نمر في هالسنين يعني سنين المشاكل اللي مر فيها الغرب فيوصل للموضوع اللي وصل له. انا عارف انها صعبة، انا عارف انها مش كلمة تنقال صحيح سهلة لكن تنفيذها صعب، انما احنا بناخذها هديه، احنا بنشوفها وعارف شو مروا فيه، ليه ما نستقي منها؟ ليه ما ناخذها قدر مستطاعنا استيعابها؟ العقلية الشرقية بتتميز بكثير من العاطفة، نحن ناس كثير عاطفيين، حتى بعملنا بندخل العاطفة ومشاعرنا الشخصية والخاصة، بالإضافة لشيء احنا كثير بنحب الخطابات والمطولات. عمليا هل انت اقرب الى الغرب بهالمجال هيدا ام انت دائما شرقي المشاعر والاحاسيس؟ شوف الاثنين عندهم عاطفه، اللي يقول الغربيين ما عندهم عاطفه ما هو صحيح. الغربي لا معلش، ولكن الغربي يسيطر على عاطفته، الغربي يسيطر على العاطفه ولا يجعلها تطغى على قراره او على، ولكنه يؤثر فيه، لا يمكن ينسى انه شو رغباته، شو عواطفه، من هو، انما يقدر يسيطر عليها ويمشيها حسب المصلحه. احنا لا، معك، نحن في الشرق يمكن الى حد الان العاطفه تطغى وتعلن، هو كل واحد عنده عاطفه بس يقدر يكبحها ويتركها او يعني يطوعها. احنا ما بنطوعها، احنا هي تطوعنا، وهذا هو الخطا. نعم عبد العزيز سليمان، بالفقره التاليه من برنامجنا رح نحكي عن استثماراتك، عن محفظتك المتنوعة، عن مشاريعك العديدة. رح توقف مع الإعلان، نرجع نتطرق لهالمواضيع. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. بعد هالوقفة نرجع نتابع برنامج مرايا الليلي مع الشيخ عبد العزيز سليمان. حضرتك مؤسسي سما، مؤسسة النقد السعودي بمعنى آخر،
البنك المركزي السعودي، كيف نشأت السامة وشو كانت أهدافها؟ السامة طبعا هي زي ما تفضلت هو تقريبا البنك المركزي السعودي، أنشئ في عهد الملك عبد العزيز، في أواخر عهد الملك رحمه الله عليه، وتكونت في أوائل عهد الملك سعود. الهدف منها هو طبعا عمل بنك مركزي للدولة ولمراقبة الأعمال البنكية الداخلية، لسك العملة السعودية. العملة السعودية بالأول كانت عملة معدنية، وكما معروف أول ريال سعودي سك بالفضة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عليه، وكان مكون من ريال ونصف ريال وربع ريال وهلل. مع تطور الأمور الدولة قررت أنه تعمل المراقبة البنكية وتصدر العملة الورقية، إنما كان الوضع طبعا قبول الجمهور السعودي في ذلك الوقت العملة الورقية كان في أمر نوع من الشك والخشية، وأنه تعرف أنت بدك تنزل عملة بدك الجمهور يقبلها، والدولة السعودية دائما تحرص على أنه الناس تقبل الأمر بالتدريج، يعني ما أبدا ما حاولت الدولة السعودية أن تفرض على الجمهور شيء مخالف أو مغاير لعاداته أو طبيعته، وإنما تدرج الأمور لكي يقبلها ويجد المصلحة فيها. اللي حصل أنه أول عملة صدرت لم تكن تسمى بالعملة، بل كانت تسمى بإيصال حج، وكانت هذه الإيصالات هي الواقع عملة ورقية ولكن تسميت إيصال حج، فكانت تبعث إلى الخارج ويشتروها الحجاج ويأخذ الوصل هذا، فتقيد الأموال لحساب مؤسسة النقد ويستلم الوصل هذا كأي عملة، كالدولار الأمريكي أو الليرة اللبناني. نعم تتعهد الدولة أو المصرف لبنان أو الفيدرال ريزيرف أن يدفع عند الطلب هكذا ريال. فاللي حصل أنه الجمهور في السوق أصبح يطالب بها، بدل ما يحمل هالريالات الفضة وفيها الثقل والمعاملة توسعت وحاجة البلد توسعت، ما فيك أنت تحمل 4000 ريال أو 1000 ريال حتى، ولكنك فيك تحمل 5-6 ورقات بجيبتك. بدأت الناس تتدرج عليها، فكان هذا هو أول إصدار أنا يشرفني أن أول إصدار لعملة سعودية كان توقيعي بناء لتفويض من الوالد رحمه الله عليه، كان أول توقيع على عملة سعودية. صحيح هذا شرف أنا أفتخر فيه. والعملة موجودة عندك بالبيت؟ نعم. جدة مو كلها وحضورة. عبد العزيز سليمان، بعد ما كنت تحظى بثقة الملك عبد العزيز والملك سعود، وبعد ما كنت موظف حكومي، أردت فجأة التخلي عن الوظيفة وتحولت للقطاع الخاص، ليش هالنقلة؟ والله أولا طبعا أنا من بيت تجاري، بيت ما يعني من ناحية والدي قبل ما يلتحق بخدمة الملك عبد العزيز كان رجل تاجر، والدتي جدي صالح الفضل من العوائل التجارية المعروفة في المملكة العربية السعودية، فليس غريب علي أن أتجه. أنا عندما عملت في معية الوالد والذي عينني في الوظيفة هو الملك الأمير سعود، كان أيامها حتى لم يكن إنما كان ولي عهد رحمه الله عليه صاحب صلاحيات في آخر عهد الملك عبد العزيز. عندما استقال الوالد أصر على أن اثنين من من يعملون معه في الوزارة هو ابنه عبد العزيز والشيخ محمد بحارث أن يلتحقون معه خارج بعد ما ترك، يريد أن يرغب في أن نستمر معه في خدمته. طبعا أنا والدي كان في آخر عمره، فكان طبيعي أن أترك معه وأنتبه له ويعني أكون في خدمته أكثر، هذا اللي خلاني أترك. وإلا أنا أذكر رحمة الله عليه الشيخ محمد سرور الصبان الذي تولى الوزارة بعد والدي أصر على أني أستمر، والد رفض
لا العزيز انا تركت يترك. وانت نفذت شيء الوالد؟ اكيد طبعا طبعا والحمد لله على ذلك. ولا مره اختلفتوا؟ اختلاف اب مع ابن مع ابيه يعني ربما انا ما اعتقد والله في 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 مخيلتي اني اختلفت معاه في شيء رحمه الله عليه. اولا نظري ايه؟ اختلاف او خلاف ولا في وجهة نظر ربما بس بعد ما ترك بفترة عاد بعض أخواني إلى المملكة من الدراسة مثل أخي خالد وأخي أحمد وفهد الذي كذلك كلهم كانوا في أمريكا وفي إنجلترا فعادوا ما توجهوا للعمل الحكومي توجهوا معه فعندها أصبحت أنا في حل واستأذنت أني الآن يكون لي المجال أني أنطلق لوحدي فسمح لي ما كان رايد بالأول لكن بالنتيجة سمح لي أن أعمل لنفسي وتركت. هل بتحب تكون نسخة بالأصل عن بيك؟ في أشياء نعم وفي أشياء لا. في أشياء نعم كل إنسان له شخصيته حتى لو أرغب ما يمكن أن وإنما طبعا تعجب إنما هذه أشياء تكون في هو رحمة الله عليه كان سريع البت إذا اقتنع بشيء بت بسرعة فيه أنا بطيء هو رحمة الله عليه كان ربما لأنه عمل مع الملك عبد العزيز وفي طور التكوين كان كريم في آرائه كريم في عمله كان مجازف إلى حد ما اللي يبني ويكون أشياء عظيمة فيها كثير من المجازفة لا شك أنت بتتمتع بحس التريف نعم بتخطط أكثر أنا ممكن ربما نعم في خوف أكثر نعم في خوف شوف هو طبعا هم يبنون شيء أكبر احنا نبني شيء عادي نسبيا لا نسبيا لا شك انه عادي لا بما بنوهم يعني هو عمل مع مؤسس عظيم وشخصيه تاريخيه احنا ما نوصل هالمواصيل لكن استمريت وكملت بناء لا شك عندنا قاعده بفضل الله ثم افضالهم بنينا عليها اسسنا عليها لا شك بعد ما تخليت عن الوظيفه الحكوميه اصبحت حر وأصبحت ملك على مشاريعك وعلى أعمالك لكن هل أنت فعلا حر بدون رقيب أو رقابة والعالم العربي هل رجل أعمال الحر هو فعلا حر الواقع توقف تفسيرك للحرية حرية نسبية نسبية أحسن الله عليك الحرية نسبية أنت لست حر في أعمالك أنت مسؤول عنها أنت تريد لها النجاح أعمالك تؤثر في آخرين مشاريعك تؤثر في آخرين وأنت من ضمن هالإطار ومن ضمن القرار الأخير صح لكن حتى قرارك عندما تبنيه أو عندما تتخذه دائما تفكر بالنتائج لمشروعك أو لما تعكس على الآخرين فكلمة الحرية الواقع كلمة زي ما بيقول الحرية مسؤولية ضمن المسؤولية حرية ضمن المسؤولية لا شك عمليا هل أنت مرتبط بالحكومة السعودية أنا مرتبط جدا بولائي لها بشكري للأجواء اللي هيئتها لي ولأمثالي للأمن والاستقرار اللي هيئته لنا لهالإمكانات اللي ربينا أجيالنا وشبابنا وكل هذا مديون فيه هالدولة هذا شيء طبيعي هل هويتك العربية كانت جواز مرور لك أم أربكتك بالخارج؟ والله في أحيان كثيرة كانت جواز مرور أخي يعني إذا أنت مثلت هالهوية التمثيل الصحيح في ناس
المهمين بيقدروها. وإذا أنت مثلت التمثيل السيء الكل لا يرغبها. ولكن دائما في كل مجتمع وفي كل محيط في طبقات وفي مستويات تعي وتعلم وتستحسن. فعندما ترى الصورة الحسنة تتجاوب معها، عندما ترى الصورة السيئة ليست مجبورة عليها ترفضها، هذا شيء طبيعي. عبد العزيز سليمان من استيراد الإسمنت وصناعة المشتقات النفطية إلى القطاع السياحي والفنادق، إلى جانب كسب المال، شو هو الرابط بين النشاطات كلها؟ والله طبعا هو العمل، لكن الواقع لما تفكر تفكير بسيط تجد كلها مرتبطة في بعضها كليا. السياحة مثلا أنا أتيت لها برضو من والدي، والدي رحمة الله عليه بكونه وزير مالية بن سعود، كان يهمه الحركة نحد الحجاج والواجب بتهيئة المكان المناسب لهم عندما يزورون الأراضي المقدسة للسعودية. كان دائما هناك في أهالي أجروا بيوتهم في الموسم، انطلق من هالفكرة إلى تكوين فنادق وراح برا وخرج. قلت لك أنا كان من 36 في لبنان، طبعا هو كذلك كان في الهند في شبابه فترة من شبابه، فيعرف الفكرة. بدأ أول فكرة بإنشاء فندق في مكة بمعاونة من شخصية عالمية أخرى، هو طلعت حرب باشا رحمة الله عليه، الشخصية المصرية المعروفة الذي كان يملك بنك مصر، فاقترض منه. لذلك الناس يسمون الفندق هذا اسم فندق بنك مصر غلطا، والواقع أن الوالد ورئيس البنك مصر دخل فيه إلا المعاونة. من هنا حصلت العملية. فنحن يعني لسنا جدد على موضوع الفندق، إنما تطورت واخذت أنا الفكرة وطورتها أكثر إلى خارج البلد يعني بجهدي الإسمنت نفس الموضوع. استغرب الإسمنت عندما يبدأ البلد في التطور، وفي أول عوامل التطور هو الإسمنت، البناء، الطرق، السدود، الحركة العمرانية اللي حصلت في المملكة العربية السعودية، كان الإسمنت أحد عوامل المهمة فيها. فأي إنسان كان عنده بعد نظر عار يعني تصور أن البلد مقبلة على أن يتجه للإسمنت، هذا اللي حصل. الشقات النفطية، الشقات النفطية طول عمرك أنا بعد ما عدت من أمريكا من الدراسة، وقلت لك أنا أول عملية اشتغلت فيها وقبل ما يأمر الأمير سعود رحمة الله عليه بتعييني في الدولة، أخذت وكالة إسو مشتقات الزيوت، لوبريكنت أويل مش عارف شو تبع الفرينات الفرامل، أخذت وكالة هاي. فتحت محل في جدة لبيع مشتقات الزيوت الإسو هكذا هي كم يسمونها. من هون دخلت المعترك المجال، بس كانت بداية الحجر الأول واقع فيها هو هذا. شركتك اللي أطلقت عليها اسم رولاكو تيمنا باسم بنتك رولا، نعم، تحتوي على محفظة من الاستثمارات متنوعة. كيف تختار استثماراتك؟ هل تعتمد على دراسة مسبقة أم تتكل أحيانا أو يمكن كثير من الأوقات على حدسك على إحساسك؟ والله على شوف اتوقف على شو العمل اللي طبعا أول شيء الدراسة دي في طبيعي، بالأخص الدراسة إذا كانت في مشروع كبير مع آخرين أو في شركة مشهورة معروفة، هذه تصبح الموضوع دراسة فقط، لأنه الهيكل هائل كبير لا تحتاج التعرف على من هم قائمين فيه، لأنه شركة أكبر من أن تقضي وقتك بالتعرف على أحد فيها، إنما تدرس ما هو المقدم منها. أما في بعض المشاريع الأخرى الناجحة اللي أصغر شوي وفيها الشخصيات معروفة، لا والله أنا أحط الاثنين سوا، أحط الدرس مع كثير من الأحيان مقابلة، أحب أن أقابل الشخص وبرجع لقناعتي الشخصية.
مؤخرا اتجهت مع مجموعة من رجال أعمال العرب لإطلاق شركة جديدة لتأجير الطائرات على غيار شركتك موزون لتأجير الطائرات اللي أنشأتها بجنيف. الشركة الجديدة رح تتخصص بشراء ثم تأجير طائرات ذات حجم 90 راكب أو أقل، بينما شركة موزون تسعى إلى تأجير طائرات من أحجام كبيرة. شو العوامل اللي شجعتك على إنشاء هيك شركات؟ والله طبعا هذه طبعا هذه أحد المشاريع اللي بنيت على قناعة شخصية، على أفكار طرحت ودرست، على العناصر اللي كونت هذه الشركة. أنا بعد ما درست الموضوع وبيني وبين الفريق الآخر من شركائي اللي هم آل الكزبري أخذ وعطاء في الموضوع واقتناع بعد الدرس المشترك، وأقدر أقول أنه والحمد لله كانت النتيجة مرضية. وفي من السنة الأولى بدأنا ندخل في النتائج والتوزيع للأرباح والنتائج الحمد لله اللي كانت. فإذا الدراسة اللي قدموها والدراسة اللي اقتنعت فيها أثبتت جدواها، فكان هناك تعاون بيني وبينهم كون صورة كاملة ودارت العجلة دورة كثير طيبة الحمد لله. بوقت من الأوقات كنت تمتلك طائرة خاصة تزور فيها وتسافر على متنا، اليوم ما عندك طائرة خاصة فيك لكن عندك شركة بتأجر من خلال الطائرات للناس، كيف تفسر هالتناقض؟ ما أعتقد في تناقض. جاء فترة كانت عندي أعمال تتطلب أن يكون في خاص داخل المملكة، تنقلات كثيرة. اليوم تطورت المواصلات داخل المملكة نفسها وفي الخارج ما عندي حل، يعني أن تقعد واقفة في المطار تنتظرني كمان منه طبيعي، فأستغنيت عنها الواقع. صحيح عبد العزيز سليمان، ذكرت قبل شوي أنه بلبنان في عندك استثمارات عديدة، هل فيها نحصرها؟ هل فيها نحكي عنها؟ أنا بدأت بلبنان عملي السابق من مدة، وأنا كان لي علاقة ببعض المصارف مثل الانترا. انا احد كنت يوم من الايام كنت احد المؤسسين المساهمين في الانترا. انا لي في عقاريا لي بعض مشاركات حتى اسمنتيه في بعض شركات الاسمنت، تراب البيضاء، شكه، يعني مساهمات ماليه. وكان لي مكتب تجاري. انا الواقع مكتبي ولو انه تقلص شيء ولكن لم يقفل ابدا يوم من الايام في لبنان، استمر واستمريت كم موظف عندي أصرف عليهم، لأنه كنت أعتقد أنه ستنجلي الغيمة ويعود بإذن الله كل شيء لما كان عليه. هل كيف عندك إسهام سياحي بلبنان؟ أو هل في عندك مشاريع سياحية بلبنان؟ يعني أنا من المؤسسين مع نجيب صالح رحمة الله عليه في الفينيسيا، عندما أسس فينيسيا أنا أحد المؤسسين معه. طبعا عندي إن شاء الله. طبعا عندك موظفين مئات ربما آلاف موزعين بين قطاعات النفط والإسمنت والسياحة والخدمات والمصارف، هل بتفسح مجال أمام هالموظفين للتجمع والتنظيم للدفاع عن حقوقهم؟ أنا يعني أنا هذا موضوع أصبح شيء يخص الدولة. حقوقهم هذه مكفولة بإذن الله في المحل اللي هم فيه، مكفولة إذا كانوا عندي بموجب حقوقهم الشرعية الرسمية، بجمع علاقتي فيهم سواء أفراد أو مجاميع اللي أنا أحاول أن تكون حسنة. ولكن لا تنسى أنه في كل بلد هم موجودين، أنت بدك أولا تعطي حقه الرسمي الشرعي حسب النظام والقانون اللي هو موجود فيه. علاوة على ذلك يأتي دورك الشخصي، وهو العلاقة الشخصية، العلاقة الحسنة، العلاقة يعني قدر المستطاع واحد لواحد. ولكن لا شك أنه أهم في أي عمل أن يكون الرجل العامل أو المسؤول مرتاح فيه
مقتنع منه. علاقتك بالموظفين هي علاقة إنسانية أم هي فقط علاقة مهنية؟ والله أنا دائما أحب إذا قدرت أجعلها شخصية إذا أمكنني، طبعا مش دائما بس إذا أمكنني نعم، فأعتقد يفضل أن تكون شخصية. أعمالك متنوعة جدا، وشي ذكرني قبل شوي، وبالطبع لإدارة هيك أعمال أنت بحاجة لمستشارين. مهني مستشارينك كيف تختارهم؟ الاختيار هذا التوفيق بيد الله أولا، ولكن في أغلبها أنا بحب كل واحد منهم يشعر أنه هو الرجل المسؤول الأول أو هو المسيطر، كل واحد في حقله. أنا تجمعني فيهم يعني بعدين واحد بواحد، أما كل منهم في مجاله منطلق ومسؤوله. بالمجال المهني بمين بتوصل؟ مهني؟ توقف عن المهنة شو هي؟ صناعية، تجارية، فندقية. بعملك بمين بتوصل؟ والله بوثق بأفراد معينين أكيد أكيد. هسا كيف انبنت؟ بالوقت بالوقت بالنتائج. هل في ناس خيبوك؟ ما بيخلع شيء، ما المهمني إنه خيبوني ليس عن سوء نية، هذا اللي يهم. أما خيبوني ظروف ما آتت أو الدرس كان غير مناسب أنا قبلته، أنا أتحمل معهم شوي منه، لكن المهم أن لا تكون مبنية على سوء نية، هذا هو الخيبة اللي ثاني قد اعتبرها خيبة. كم ساعة بتشتغل بالنهار؟ ما عندي ساعات معينة الواقع، إنما يعني أنا أبدأ يومي، لو فرضا كنت بالسعودية أبدأ يومي بالساعة 8، توقف على شو مواعيد عندي، شو مقابلات. ما أقدر الواقع أقول أن عندي من الساعة للساعة، لا ما عندي. هل تقدر تتابع عن كثب سير أعمال جميع شركاتك؟ هل تترك المجال للمدراء والمسؤولين تسمح لهم يتحركوا، يكون في عندهم هامش من الحرية، حرية مبادرة الشخصية؟ طبعا عندهم مجال ينطلقون فيه، أنا مشترك فيه بالأساس، وتصوير الصورة، عندما تصور الصورة هم يتحركوا. التفاصيل الصغيرة عليهم، التفاصيل الصغيرة عليهم وأكبر من الصغيرة حتى، لكن في تقارير دورية، في اجتماعات معين أوقاتها طبعا، في قرارات لازم يكون مشترك فيها. صحيح. عبد العزيز سليمان، بعد عندي سؤال بهالشق من البرنامج، إذا إحدى شركاتك تكبدت خسارة فادحة شو بتعمل؟ هل بتبيع الشركة أم بتغير فريق العمل؟ أولا أنا لا أؤمن بأني أدخل في شركة لو قدر الله حصل لها شيء تأثر علي. دائما في عنصر المخاطرة، دائما المخاطرة موجودة، بس لازم تكون أنت مستعد لهالمخاطرة، لا تسمح لهذه المخاطرة أن تؤثر على الأشياء الأخرى. لا سمح الله حصل، إذا شيء حصل شو بيصير؟ توقف. تتصرف؟ توقف. شو الأسباب قبل التصرف؟ بدك تعرف الأسباب عشان تتصرف. لكن عادة مين بتحمل المسؤولية؟ بدي أعرف، بدي أبحث. أنت بتنطلق بمشروع بتعرف مستقبل. طبعا المسؤول الأول هو المسؤول الأول، لكن نفس قبل ما تحمله مسؤوليتها بدك تشوف هو متحمل مسؤوليتها أكيد، لأنه هو المسؤول عنها، ولكن مسؤوليته هذه أتت من سوء عمله، من ظروف خاصة، من ظروف دولية، من شو هي؟ قبل الحكم. هل أنت متسامح؟ أعتقد إن شاء الله أني كذلك. رح تقفل مرة ثالثة مع الإعلان، نرجع ننتقل للفقرة الرابعة والأخيرة من برنامجنا. أصدقائي المشاهدين، معكم على برنامج مرايا، واللي عم نستضيف من باريس الشيخ عبد العزيز سليمان، نتابع حوارنا معه بعد الوقفة. العالم العربي عم بيعيش حاليا فترة انحطاط فكري وثقافي وحضاري، هل بتشوف انه هالمرحلة هي مرحلة انتقالية
أم فترة مخاض؟ هو الواقع ما بقدر أسميها انحطاط فكري، إنما يمر العالم العربي بفترة حرجة، يمر بأوضاع مهتزة غير ثابتة. من هون هذا المنطلق، ما كان العالم العربي في يوم من الأيام يهتز كما يهتز اليوم، لكن ربما هذه ما يعني ليست، ما يجوز أن نسميها انحطاط، لأنه هي ظروف سببت الأوضاع اللي يعيش فيها العالم العربي حاليا. فهو يمر في فترة لا شك أنها فترة غير عادية، فترة حرجة. هالسنة تم الاحتفال بذكرى 50 الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وبكثير من الأوقات توجه أصابع الانتقاد إلى العالم العربي لانتهاك بعض الأنظمة الحقوق الأساسية للمواطنين. هل بتشاطر بعض الانتقادات؟ في كثير من الناس يعتقدوا أن حقوق الإنسان شيء جديد على العالم العربي بالذات. الواقع أنه مفهوم العدالة ومفهوم حق الفرد هذا موجود في العالم العربي، أولا في ثقافته، في أديانه، في كلها ترمز وتحض على حق الفرد وحقه في الجماعة وحريته وتصرفه، كلها تدل عليه. اجتماعيا مما ورثناه، ودينيا مما نحفظه في كل الديانات السماوية الموجودة لدينا وانبثقت من العالم العربي. لكن هذا لا يعني أن هناك تجاوزات. أنا أعتقد نعم، في بعض الأنظمة استغلت ظروف ما يسمى بالقضية الفلسطينية، ألغت حقوق مواطنينها. أنا عشت في مصر كما ذكرت لك فترة في العصر الملكي في مصر، وكنت أعرف أنه قوة المحاكم في مصر وقوة المحامين وسمعتهم، كانوا أكبر الشخصيات في مصر هم المحامين. هذا يدل على أنه للإنسان حق، عندما يكون المحامي شخصية في مجتمعه تدل على أنه هناك قوانين، هناك أنظمة. للأسف الشديد جت فترة في العالم العربي وهي ما سميت بفترة الانقلابات العسكرية، تولى الأمر من لا يقدر هذه الأمور، فدخل العالم العربي في هذه الأشياء. وإلا حقوق الإنسان هذه شيء نحن كنا ندرس، يعني نسمع حتى في قصصنا وفي روايات التراثية، وحق المظلوم هذا يعني تكاد تكون صبغة عندنا. عبد العزيز سليمان، مثل ما لاحظت بهالقسم رح يكون فيه من كل وادي عصا، يعني سؤال جاي من كل محل، رح نحاول بس ناخذ رأيك بأمور عديدة لنتعرف عليك أكثر وأعرف فكرك أكثر. عندك مجموعة مخطوطات قرآنية بتحاول حصول عليها كل ما بتسمح لك الفرصة، هل هالشيء علاقة بإيمانك تدينك؟ هو طبعا في ولكن التدين ليس له علاقة بحفظ المخطوطات القرآنية. طبعا أنا مسلم وشيء طبيعي، أن إنما نحن القرآن قيمته ليس في الكتاب اللي هو فيه، إنما في معانيه وفيما يرمز إليه. أنا أقتنيها كتحفة فنية، كتحفة أثرية، وإنما القرآن طبعا أجل وأكرم من أن ينظر له كتحفة، هو دستور، هو قانون إلهي. وإنما أنا رغبتي في الحفاظ على هذا التراث، على هذا. أنا اشتريت مجموعة مثلا شي مرة من صدمي في نيويورك بدون ما يعني أطلع عليها شخصيا. سروري كان عظيم أن وجدت أحداها وأنا أفتحها بعد ما وصلتني، إن معمولة للشاه جهان السلطان اللي بنى تاج محل. فتصور أنت الفرحة اللي
كنت فيها عندما اكتشفت انه هذا المجموعه طلع فيها هذا المصحف. لا انا نظرت لها من الناحيه الفنيه فقط. ذكرت قبل شوي انك مسلم متدين، وطبعا انت انسان مؤمن، شو الفرق بين الايمان والتدين؟ طبعا انا حسب ما اعرف، وانا لست بعلامه في الدين، ولكن اعرف انه الايمان درجه اعلى، المؤمن اقوى من التدين. من التدين التمرس. ساهمت، ما راح اقول ساهمت، لكنك عم بتفكر تساهم باعمار الجامعات الفاطميه او اعاده اعمار جامعات الفاطميه بالقاهره، ليش اهتميت بهالموضوع؟ والله انا من محب للتراث والاثر، وكنت اتكلم مع بعض الاخوه، انا كان يجمعني صداقه باخ مصري فنان من الدرجه الاولى بالذات في المعمار العربي والاسلامي، وهو الاستاذ عبد الواحد الوكيل، هذا اخذ جائزه الاغا خان في. وكنت دائما انا لما اروح القاهره اروح انا وياه نزور المحلات القديمه هذه. علمت اخيرا انه انا كنت بقول له يعني ليش ما تصلح بعض الاثارات والشخص الذي يعمل الاصلاح يكرم بيافطه او شيء، لان شفت انا هنا مثلا مره كنا مع المستر ديفيد روكفلر وكنا موجودين في حفله في فرساي، فبقول له انا قرات يا مستر روكفلر لائحة في فونتنبلو اسمكم محطوط عليها، قال لا حطوط اسمنا على الفرسا كمان. احنا اللي عملنا الفكرة، يعني الفكرة انه كل، طبعا هو منطلق امريكي، منطلق الى انه الحضارة الفرنسية حضارة عالمية وحضارة غربية بالذات، فساعدوا كعائلة. فانا بقول للاخ عبد الرحمن عبد الوكيل الان اللي سمعته انه الرئيس مبارك، وهذه خطوه يشكر عليها، عم بيحاول احياء القاهره الفاطميه، هذه حتى من الناحيه الماليه هذا اثر، كثير من العالم يحب يزور المنطقه هذه، انا كنت دائما ازورها، فعرفت اني اتبنى احد الاشياء مع السيد وكيل وزاره الاثار في القاهره، وان شاء الله ان شاء الله خير بربعدنا باذن الله. حضرتك في وقت من الاوقات كنت المساهم الاكبر بملعب ويمبلي بانجلترا، لكن اليوم ما عدت، يمكن سحبت. ماشي انسحبت، انا دخلت المشروع كاحد المشاريع، وقعدنا في فتره، انا ليس لي علاقه بال، انما دخلناه كمشروع تجاري، اخذ فتره الواقع، وبعد فتره حصلنا على ما نريد وتركنا. هل الرياضة تستهويك؟ كأي شخص نعم. شو تمارس أنها رياضة؟ أنا طبعا أول الرياضات هي السباحة بالنسبة لي. السباحة. أنا ما كنت كثيرا من المهتمين بالكورة. ولكني عندما حصل المونديال أخيرا في باريس، طبعا كان فيه فريق سعودي مع فريق فرنساوي، اوتوماتيكيا يعني اصبحني لازم اروح، ولاول مره اروح احضر على في استاد واحضر الماتش بين السعوديه وفرنسا. هل تحمست منيح؟ شو رايك؟ عبد العزيز سليمان، لمين انت مدين بحياتك؟ لا شك بعد الله لوالدي. هل رجل اعمال عنده اصدقاء؟ يجب ان يكون عندي اصدقاء. مين هم اصدقائك؟ اصدقائي اعتز فيهم، واعتقد انهم يعني احب، اعتقد انه موجودين عند الـ عند الـ عند الـ عند الواجب على الاقل بالراي. هل بتخاف من الناس؟ لا لا، شو بدي اخاف منهم؟ اللي ما عندي مشكله معه شو بدي اخاف منهم؟ طبعا الانسان يجب ان يتوقع ويحذر، لكن الخوف موضوع ثاني، الحذر موضوع والخوف اخر. هل انت دائما واقعي؟ هذا توقف، انا اعتقد اني واقعي، والحوادث هي بتبين. هل بتعيش اوقات بالحلم بالوهم؟
أنا بقى يعني بترك لنفسي العنان بعض الأوقات، صحيح تخيلات، لكن أرجع أعود إلى الواقع. هل بتحس حالك أوي الطاير؟ إذا كنت مبسوط. أنت بتكون مبسوط؟ والله لما أكون مرتاح، لا هناك شيء يشغل بالي، موجود مع أهلي أو أولادي أو أصدقاء أحباب، ساعتها بحس أني حاول. سؤال طرحته عليك بيسيء الحلقة، سألتك إذا بتحب تكون ناسخة بالأصل عن والدك، قلت لي بأشياء نعم وبأشياء لا، هل تعتبر أنه ابنك اليوم هو نسخة بالأصل عنك؟ أنا مثلك بأشياء لا وأشياء نعم وأشياء لا، لأنه كل منا له ظروفه، كل منا له عصره، كل منا له المناسبات اللي مر فيها. أنا بحب أنه أنا أكون أتبع والدي في 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 قواعده، في يعني في ما يؤمن فيه، ابني يتبعني في ما أؤمن فيه من حسن ومن سيء، يعني نفس الإيمان اللي أنا بأمن بالعمل اللي أخذته من والدي أنه يأخذ مني، إنما هو له حياته وأنا لي حياتي ووالدي كان له حياته. فأكيد عبد العزيز سليمان، أنا بشكر مشاركتك بهذه الحلقة من برنامج مرايا، كانت سعيدة لنا، كانت سعادة لنا أنا صديقك طبعا. بتأمل نكون قدرنا حكينا بكتير اشياء وكل الناس انه تعرفوا عليك. الله يحفظك. بدو اكتشفوا الوجه الحيوان هالاسم. تكرم. بعرف انت كثير بتحب لبنان واللبناني عنده معزة خاصة عندك، وهالحلقة كانت مش جواز مرور لكن سمحت لهالناس ان يكتشفوك ويتعرفوا عليك، وسمحت لك اكثر تقرب من الناس. عزيزي انا بشكرك على الفرصة هذه، وانه عن طريقكم بقدر احكي لاخوتي في لبنان. أنا يعني لبنان أحمل في قلبي مكانة خاصة جدا، ليست مكان لأنه أم الأولاد من لبنان، بل لأنه لبنان هو لبنان، ولولا أنا ما حبيت لبنان ما حبيت أم أولادي. ف يعني أشكركم مرة أنتم. الله يخليك، يخلي لك عيلتك. الله يحفظك. ملتقى قريبا إن شاء الله. وأنت بخير. تصبحوا على ألف خير. وأنت بخير.